حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ما زلنا مستمرين معاكم مع فقراتنا ومواضيعنا الشيقة في برنامجنا مساء دبي. دشنت مؤخرا بلدية دبي غرفة أنظمة التحكم عن بعد في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجبل علي، حيث يتيح نظام المراقبة والتحكم عن بعد الحصول على قاعدة بيانات شاملة تمكن المشرفين من تحليل البيانات ورفع التقارير المتعلقة بها والتوجه إلى اتخاذ الحلول الصحيحة بشكل فوري. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا باستضافة السيد محمد الرئيس، مدير إدارة شبكة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ببلدية دبي. حياك الله يا أستاذ محمد. الله يحييكم ومنورنا مساء دبي. الله يحييكم ومشكورين على هاي الاستضافة، مرحب فيكم وبالأخوة والخوات المشاهدين في المنازل. ونتمنى إن شاء الله نثري البرنامج بمعلومات إن شاء الله عن منظومة الصرف الصحي في إمارة دبي. جميل جدا، يعني أنا أول ما قريت الموضوع جلست أبحث عن الموضوع، هي فكرة جميلة، وأكيد بداية إحنا بغي نوضح للمشاهدين عن يمكن غرفة وأجهزة وأنظمة هذا الصرف الصحي. أخوي عبد الله، قبل ما نعرف الأخوة المشاهدين بالغرفة، يمكن خلني أبدأ بمنظومة الصرف الصحي في دبي. يمكن اليوم إمارة دبي فيها أكثر من 4 مليون متر طولي من شبكات الصرف الصحي منتشرة في مناطق دبي السكنية. يمكن 90% اليوم من مناطق دبي السكنية مغطاة بشبكات الصرف الصحي. عندنا أكثر من 100 محطة ضخ فرعية موجودة في هاي المناطق السكنية، وعندنا 10 محطات ضخ رئيسية توصل مياه الصرف الصحي لمحطات المعالجة اللي موجودة محطتين، واحدة في الورسان واحدة في جبل علي. بعد ما قلت لك هاي المقدمة، يمكن هني يجي دور الغرفة. الغرفة دورها إن اليوم يسهل عملنا بشكل كبير. دورها أن اليوم هاي الشبكات المنتشرة ومتوزعة في مناطق دبي السكنية بحاجة لكوادر بشرية كبيرة، صحيح، يمكن للوصول إليها وتشغيلها. بالتالي اليوم غرفة التحكم ساعدتنا بشكل كبير في أن اليوم نتحكم في هاي المنظومة، ونحن في موقع عمل واحد. نعم. ونقدر اليوم نتحكم في كل هذا اللي ذكرت لكم إياه ونحن في هذا الموقع. جميل جدا أستاذ محمد. طبعا مثل ما تكلمت وقلت أنا في بداية المقدمة أن اخترتوا منطقة جبل علي، ليش بالذات أنتوا ركزتوا على منطقة جبل علي؟ هل لأنها أنها هي غير سكنية وممكن يعني تساعدكم في غرفة الأنظمة الإلكترونية للتحكم عن بعد؟ والله هو اختيار الموقع اليوم ممكن كان الموقع يكون في أي مكان في إمارة دبي، كون أن النظام اليوم ممكن تشغيله في حتى ونحن في البيت، لكن صحيح، اختيار موقع جبل علي كان كون أن المحطة هاي أنشئت جديدا. يمكن اليوم نحن أنشأنا توسعة محطة جبل علي كان في 2019. نعم. توفر المساحات، وجود البنية التحتية في الموقع اللي اخترناه في جبل علي، وجود شبكات الانترنت في الموقع هذا، بالتالي وقع الاختيار على موقع الغرفة أن يكون في محطة جبل علي توفيرا للموارد الحكومية الموجودة اليوم في إمارة دبي. يعني التسهيلات موجودة يعني في هاي المنطقة. نعم. كانت نعم. طبعا جميل جدا، يعني احنا قاعدين نشوف الفيديو الخاص للمكان، وانا يمكن كان سؤالي بيكون عن نفس المكان هذا، انا بغي اعرف الغرفة تشمل شو بالضبط. طبعا غرفة التحكم مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة اليوم اللي موجودة، من شاشات للعرض، من أجهزة حاسوب متطورة جدا، من سيرفرات وخادم رئيسي اليوم قادر أنه يجمع البيانات ويحفظها ويساعدنا في استخراج التقارير مستقبلا، زايد النظام نفسه، البرنامج نفسه. فتقدر تقول أن الغرفة اليوم فيها السوفتوير والهاردوير موجود في الغرفة هذه في مكان واحد. في مكان واحد. وإذا بنتكلم أخوي محمد، فعلا الغرفة مبين من كلام إن واضح إن فيها عدة مميزات جميلة، ألا وهي إن هي تحليل البيانات ومثل ما أنت تفضلت إن عن بعد وكل شيء في مكان واحد. لا. إذا بنتكلم عن فريق العمل اللي فعلًا اللي يعني دائمًا يقول لك فريق العمل هو اللي يساعد على إن فعلًا العملية هاي تكون ناجحة أو التقنية تكون ناجحة، بنتكلم عن هذا الموضوع أيضًا، إن كيف كنتوا أنتوا كفريق عمل واحد ويد واحدة اللي ساعدتوا بعض إنكم فعلًا تطلعون هاي التقنية. طبعا ببدأ بالميزات الموجودة اليوم. مثل ما ذكرت، البنية التحتية فيها مكونات كثيرة، فيها مضخات وفيها لوحات كهربائية وفيها صمامات وحساسات، وبالتالي ان اليوم نحن نقدر نشغل هذه المكونات كلها من موقعنا وندير هاي المنظومة من هذا الموقع. هذا يعتبر من اهم مميزات النظام نفسه. ايضا النظام مثل ما تفضلتي اقدر استخرج منه البيانات اللي احتاجها، وبالتالي هذا يساعدني مستقبلا اني انا ارفع التقارير للإدارة العليا بالاعطال المتكررة في المناطق. صحيح. وبالتالي أقدر أخذ إجراءات استباقية في إصلاح هاي الأعطال مستقبلا.
ثالثا أيضا نقطة مهمة أن اليوم النظام هذا يعطينا إشعار إذا صار لا قدر الله أي حالة خلل أو طفح أو أي شيء اليوم في منظومة الصرف الصحي، بالتالي أقدر أنا اليوم أشعر فرق الصيانة في الميدان بسرعة أن يتداركون الوضع قبل ما تصير أي مشكلة. فريق العمل الحمد لله اليوم في بلدية دبي عندنا كوادر وطنية تم تأهيلها بشكل جيد للتعامل مع غرفة التحكم هذه، يمكن عندنا اليوم أكثر من 10 أو 15 مشغل من فئة الذكور والإناث يعملون في هذا المجال اللي نقدر نسميه واحد من المجالات الصعبة اليوم اللي هي التعامل مع أنظمة الصرف الصحي. ما شاء الله جميل جدا. يعني احنا قاعدين نتكلم وأنا قاعد أتخيل معاك أكيد الموضوع اليوم، هل الصرف الصحي موجود في جميع إمارة دبي ولا راح تكون هذه أكيد مستقبلا يعني في مشاريع مستقبلية استكمالها في إمارة دبي بشكل عام؟ طبعا اليوم مثل ما ذكرت لك اليوم عندنا 90% من مناطق الدولة مشبوكة بشبكات الصرف الصحي، لكن ان نحن اليوم نقدر ان نحن يكون عندنا هذا النظام موجود في بين يدينا يساعدنا بسرعة ان نتخذ قرارات سريعة وقرارات لحظية، وخلنا نقول ان هذا اليوم راح يكون عين الساهرة لدبي لمراقبة منظومة الصرف الصحي من هذا الموقع ان شاء الله. طبعا أستاذ محمد هذا الإنجاز يضيف يعني شيء جميل جدا يعني من كلامك أنه فعلا سهلت وايد أمور وفعلا هناك إشعارات تحصلونها في الوقت المناسب أنكم تقدرون ترفعون التقارير. إذا بنتكلم عن هذه المنظومة أنه هي شو تضيف حق إمارة دبي مستقبلا إن شاء الله؟ أكيد هناك في خطط معينة أنتم بتدرجونها وما راح توقفون عند هذه الغرفة، أكيد راح يكون هناك خطط ثانية وتقنيات جديدة. نعم بالنسبة لإمارة دبي وشو راح يقدم هاي الغرفة لإمارة دبي، طبعا منظومة الصرف الصحي واحد من أهم مكونات البنية التحتية في أي مدينة في من مدن العالم، وبالتالي أنك أنت اليوم يكون عندك نظام مثل هذا النظام تقدر من خلاله أنك تتحكم في منظومة الصرف الصحي عن بعد، هذا يعتبر في حد ذاته إنجاز لإمارة دبي، كون أن اليوم منظومة الصرف الصحي مرتبطة بشكل أساسي في صحة وسلامة الإنسان واللي هي واحدة من أهداف التنمية المستدامة لهيئة الأمم المتحدة. صحيح. ومرتبطة بشكل مباشر في الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي نفسها، فبالتالي نحن في دبي دائما نسعى ان نحن نكون المدينه رقم واحد على مستوى العالم، وبالتالي لازم يكون عندنا هذا المكون اللي هو منظومه الصرف الصحي من المنظومات المتميزه، وان شاء الله ما راح نتوقف عند هذا الحد، وان شاء الله راح يكون في امور كثيره. جميل جدا استاذ محمد، بس خلينا نرجع شويه لورا وناخذ الفكره الاولى. دائما احنا نشوف في اماره دبي يعني فيها الكثير من المؤتمرات والملتقيات الجميله واللي ناخذ اكيد احنا من خبراتهم وهم ياخذون من خبراتنا في اماره دبي. إزاي خلنا نتكلم عن هذه الغرفة وهذه المنظومة، هل هي كانت فكرة خارجية وخبرات خذتوها من برا وبديتوا تطبيقها ولكن بإضافات إماراتية نقدر نقول عنها؟ طبعا الاطلاع على افضل الممارسات هذا يعني شيء لا غنى عنه، طبعا نحن زرنا مدن كثيره طلعنا على معارض كثيره، يمكن دبي نفسها اليوم تستضيف معارض كثيره منها معرض جايتكس معرض ويتكس اللي قريبا ايضا الاخوه في هيئه كهرباء مياه دبي راح يطلقونه، ايضا هو يجمع اليوم التكنولوجيز اللي موجوده في العالم في اماره دبي، فطبعا الغرفه فكرتها والكونسبت موجود في دول العالم لكن تم التطوير عليه. اليوم في دبي عندنا سنسرات تراقب جودة المياه من المصدر، ويمكن هذا الشيء مش موجود في أي مكان في مدن العالم. شو فائدة هذا الشيء؟ يساعد بشكل كبير في عمليات المعالجة، فأنا اليوم إذا قدرت أني أنا أخفض الكواليتي أوف ووتر اللي داش عندي للمحطة من المصدر راح أقدر أني أخفض تكلفة معالجة مياه الصرف الصحي، فهذا اليوم اللي نحن نحاول نسويه، نحاول دائما أن نستفيد من التجارب اللي موجودة حول العالم وفي نفس الوقت أيضا نحاول نضيف عليها لمسات الإماراتية مثل ما يقول. طبعا أكيد أستاذ محمد أنتوا دائما يعني دائما نقول يعني إمارة دبي ودولة الإمارات دائما سباقة ودائما نحن ما نرضى إلا بالرقم واحد ودائما نكون مميزين في كل شيء، أكيد يعني يعطيكم العافية أول شيء على هاي الجهود الكثيفة اللي أنتوا قدمتوها سواء في غرفة الأنظمة والمنظومة، وإن شاء الله يعني نتمنى لكم التوفيق في التقنيات الجديدة بإذن الله تعالى. الله يعافيك. طبعا أستاذ محمد الرئيس مدير إدارة شبكة محطات معالجة مياه الصرف الصحي ببلدية دبي، نحن شاكرين على تواجدك اليوم معنا في برنامج مساء دبي وعساكم على القوة إن شاء الله دائما. الله يعافيكم ومشكورين على هاي الاستضافة. شكرا يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. أكيد مشاهدين الكرام نحن متواصلين معاكم بفقراتنا المتنوعة وضيوفنا الكرام مواضيعنا الشيقة، ولكن خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع لكم إن شاء الله.